هو يفوز بكأس إفريقيا المحلي للمرة الثانية على التوالي من موقع كفاعل رياضي وابتسامات حول هذا الفوز. فعلا أنا سعيد جدا بهذا الفوز الكبير والمهم الذي حققه المنتخب الوطني أمس، وذلك بفوزه بكأس أفريقيا للدورة الثانية على التوالي. وبهذه المناسبة فإني أعبر عن سعادتي الكبيرة بهذا الإنجاز، وهذا الإنجاز يذكرني بانتصار وفوز الفريق الوطني المغربي بكأس أفريقيا سنة 1976. وأنا أتذكر أن كنت أنا ذاك شابا، كنت حضرت هنا بساحة محمد الخامس، حيث حضر سمو الأمير سيدي محمد لاستقبال الفريق الوطني، وكان يوما تاريخيا بهذا الإنجاز الذي حضره صاحب السمو الملكي آنذاك. فعلا هذا الإنجاز سيزيد من سمعة المغرب ومن مكانة المغرب الرياضية على الصعيد الأفريقي وعلى الصعيد الدولي، لأن الفيفا تتابع باهتمام ولها مراقبة على المؤسسات الأفريقية والمؤسسات القارية، ولهذا فالمغرب تفرض الوجود ديالو على الصعيد الكروي. من ناحية أخرى فسنة 2021، فأنا كمواطن مغربي سنة 2021 أتت بالخير الكبير على بلدنا، وهذا ما تجسده الانتصارات الكبيرة في القضايا الوطنية الكبيرة، وأنا سعيد وأشعر بفخر عظيم بهذه الإنجازات الكبيرة على الصعيد الوطني في القضايا الوطنية الكبرى. أستاذي الكريم، الأندية المغربية ستدخل ضمان المنافسات الإفريقية على غرار المنتخبات، ما بين الأندية التي تألقت في الأدوار الأولى فريق الاتحاد المغربي الذي سيلعب دور المجموعات، يعني كيف ترى حظوظ الاتحاد المغربي للمرور إلى أدوار متقدمة إن شاء الله؟ فعلا فريق الاتحاد البيضاوي حقق إنجازين مهمين، وهي الدورة الأولى والدورة الثانية، والآن دورة المجموعات، فإنه سيعمل ما في وسعه للوصول وتحقيق نتائج أفضل تشرف الكرة الوطنية. فعلا عبد الخالق اللوزاني كان من الأطر الكبرى في على الساحة الوطنية، فقد هو الذي أعتقد هي الفريق الوطني لتمثيل المغرب وتأهيله في كأس العالم 1994، فهو الذي أهله للتأهل، ولهذا فإحنا متأسفين ونتقدم بالتعازي الحارة للأسرة الرياضية المغربية. نحن نستضيفك مناسبة الفوز بكأس إفريقيا المحليين، أنتم كفاعل رياضي وكمصير مغربي، يعني لمن تهدي هذا الفوز؟ فأنا كمواطن مغربي فصاحب الجلالة بعث ببرقية الرياضي الأول، بعث ببرقية وبتهانيه إلى الفريق الوطني وإلى مكونات الفريق الوطني، وإحنا سعداء بهذه التهنئة التي هنأ بها صاحب الجلالة مكونات الفريق. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
مرحبا بك.